طبعا التطبيق متوفر على بلاي ستور والاي او اس. راح اجرب بعض الالعاب نتندوي. اول لعبة اللي راح اجرب عليها هي سوبر ماريو بوس، وهي لعبة شهيرة جدا على نتندوي. راح اجربها لكم باستخدام التاتش، وبعدين راح استخدم اليد التحكم حتى اشوفكم طريقة اللعب. في ألعاب ثنائية الأبعاد، حتى في ألعاب ثلاثية الأبعاد راح يكون بين 30 والأربعين، يعني اللعب راح يكون طبيعي جدا خاصة على الهاتف. هذا التحكم بي اس الاف بي اس عالي جدا، يعني ماكو مشاكل في الصوت وطريقة اللعب. هسه هشوفكم الاف بي اس، هو دائما يكون عالي في